وبت أبث آشياك وصلاني وأمون الله وبت شبكة المعالي الإسلامية تقدم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية آخر ما تلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بعد مرض موته، توفاه الله عز وجل وهو يتلو هذه الآية كما ذكر ذلك ابن جرير في تاريخه. يقول بأن عمر بن عبد العزيز كانت زوجته بجواره ومولاه مرتد، فقال أخلوني فإني أرى قوما ليسوا من الجن ولا من الإنس، فتركوا الغرفة له. قال مرتد فسمعناه وهو يقرأ الآية السابقة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا، بإذن الله أن عمر بن عبد العزيز بل يقينا لأن الأمة شهدت له بذلك كلها. فهذا الرجل كان يتلو هذه الآية خاتمة لحياته التي أمضاها في العدل ومحبة الخير ونشر الفضيلة بين الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن يا رب؟ قال نجعلها للذين لا يريدون علوا. لما يؤتيك الله مالا، يؤتيك ملكا، يؤتيك جاها، يؤتيك سلطة، لا تستخدم هذه السلطة في العلو في الأرض، في التكبر على الناس، في الفساد والإفساد. لا سلمك الله، إن فعلت كما فعل ذاك الخليفة الراشد فأبشر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا عمر، فكيف بغيره؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول أخوه وقد حبس معه في السجن، في سجن القلعة، يقول كنت أختم القرآن أنا وأحمد ابن عبد الحليم أخوه، يقول فختمنا 81 ختمة، يقول فلما بلغنا قول الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يقول ففاضت روحه رحمه الله، فاضت روحه حينما ذكرت الجنة وحينما جاء نعيم الله عز وجل ووعده الجميل لعباده إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أجمل الخاتمة. إن المتقين في جنات ونهر، هكذا يتلو رحمه الله، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق، هذا المقعد أين؟ عند مليك مقتدر. سبحان الله، لا إله إلا الله. فارت روحه مع هذه الآية. العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان لما كتب تفسيره، وكان معروفا أنه من أهل القرآن وكثيرا ما يفسر القرآن ومن أعلم الناس بكتاب الله الرحمن، يقول أحد تلامذته وهو يترجم له قال كان هذا الإمام يفسر القرآن فبلغ عند تفسير قول الله عز وجل ألا إن حزب الله هم المفلحون، يقول فتوقف قلمه عند هذه الآية ثم توفي رحمه الله. ألا إن حزب الله، من كان مع الله هم المفلحون. وما أجمل هذا الوعد الجميل أن يكون خاتمة للإنسان. محمد رشيد رضا، وأيضا ممن اعتنى بتفسير القرآن، توفي وهو يفسر قول الله عز وجل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا كانوا رحمهم الله مع القرآن، وهكذا ختم القرآن لهم. هذا القرآن العظيم من عاش معه مات معه، والله لا يدعه أبدا. يا أخي المبارك، هذا القرآن لما يكون معك في الدنيا ينير كل شيء، ينير جوارحك، ينير بيتك، ينير حتى سيارتك، ينير الشارع الذي أنت فيه، ينير المدينة والله التي تعيش فيها. هذا القرآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ولذلك من عاش معه عاش بسعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى أبدا، ما يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأيضا كذلك إذا دخلت إلى قبرك فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة واحدة من القرآن، سورة الملك، قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. لما تدخل إلى قبرك تأتيك سورة الملك تشفع لك، تنجيك، تقيك، كما يقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عش مع القرآن سلمك الله، مرتلا، مرددا، متأملا، عائشا، متذوقا لآيات القرآن، وأبشر بعد ذلك بكل خير. أذكر أن أحد القراء كان
يقرأ أحد الطلاب اسمه بلال، يقرأ عليه خاتمة القرآن في آخر القرآن، يقرأ من أول القرآن حتى وصل إلى سورة الملك، وكان الشيخ قد خرج أمة كثيرة من قراء القرآن. يقول هذا التلميذ، يقول بلغت قول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال: فمال عنق شيخي فمات عند هذه الآية. ها 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 ها.